شكرا لك يحيى. ونبدأ ملفات العربي اليوم من السودان، حيث يعرقل القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع جهود العمل الإنساني، لا سيما الوصول إلى المناطق المتضررة لمساعدة المحتاجين في بلد كان ثلث سكانه يعانون من الجوع أساسا قبل الحرب. تقول التقارير إن المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى أبرزها دارفور في الغرب أسفرت عن مقتل 700 شخص على الأقل وإصابة الآلاف بجروح، وتعرضت المستشفيات للقصف، ووفقا لنقابة الأطباء السودانية لا يعمل إلا 16% من المستشفيات في العاصمة. تقول منظمة اليونيسيف إن الحرب في السودان تحصد أرواح الأطفال حصدا مرعبا، حيث تشير تقارير المنظمة إلى سقوط 7 أطفال كل ساعة بين قتيل وجريح في ظل المعارك الدائرة في السودان. أمام هذا الواقع يجد العاملون في مجال العمل الإنساني صعوبة في أداء عملهم. تؤكد منظمة أطباء بلا حدود أن مستوى العنف الذي سجل في الخرطوم ودارفور ضد المدنيين ومتطوعي العمل الإنساني مقلق، حيث قتل 18 عاملا في منظمات إنسانية منذ منتصف أبريل الماضي. وأكدت الأمم المتحدة نهب 17,000 طن من أصل 80,000 من مخزون برنامج الأغذية العالمية. ومن الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مجال الإغاثة المشكلات اللوجستية، لا سيما في ظل تعطل عمل المصارف والتطبيقات المصرفية وتحويل الأموال، وعدم معرفة منظمات الإغاثة بخارطة السيطرة الذي يعيق عملها. قبل هذه الحرب كان ثلث سكان السودان البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا يعاني من الجوع ويحتاج إلى الإغاثات الإنسانية. الآن وفي خضم هذا الوضع يرجح أن ترتفع هذه النسبة مع النقص الحاد في مناطق القتال في الغذاء والماء والكهرباء. للمزيد من الإضاءة على كل هذه الأوضاع في السودان ينضم إلينا من نيويورك فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. أهلا بك سيد فرحان. اسمح لي أن أبدأ معك بتقرير منظمة اليونيسف الذي يتحدث ويشير إلى سقوط 7 أطفال بين قتيل وجريح كل ساعة، وهو انتهاك خطير. كيف ستتعاملون معه في الأمم المتحدة؟ الضروري الآن إيقاف هذا القتال. من الواضح مما قالته اليونيسف أن هناك حوالي 190 طفل قتلوا حتى الآن على الأقل، وبالطبع هذا الرقم في الحقيقة قد يكون أكثر، والأرقام الموجودة في التقارير هي منخفضة لأننا لا يمكننا التأكد مما يحصل على الأرض. كما قلتم هناك 700 على الأقل قتلوا وآلاف تعرضوا لجروح وإصابات، وأكثر من هذا هناك أكثر من 100,000 شخص عبروا الحدود إلى دول مختلفة مثل مصر وتشاد وجنوب السودان، وكل هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى مساعدتنا في دول أيضا تعاني وهي غير قادرة على الاعتناء بهذا العدد من الأشخاص الذين يعبرون الحدود. فالضروري الآن هو وقف القتال، والأمين العام أنطونيو غوتيريس دفع إلى وقف القتال، وأيضا مبعوثين على الأرض مارتن جريفيث أيضا وهو مسؤول في المجال الإنساني أيضا تكلموا مع الجنرالين البرهان وديغالو أيضا لمحاولة إيقاف هذا القتال وللسماح بظروف قد تتيح تأمين المساعدات الإنسانية لكل الأشخاص الذين هم بحاجة. طيب سيد فرحان، وقف القتال هو الضرورة والأولوية الآن لإيصال المساعدات إلى السودانيين وتجنب مزيد من الأضرار، ولكن بالنظر إلى عمل الأمم المتحدة الآن والصعوبات التي تواجهها، ما الذي تمكنت من تقديمه حتى اللحظة؟ كان هناك بعض الوقف لإطلاق النار في بعض الأيام. بالطبع نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار لفترة أطول، ومن الواضح أن وقف إطلاق النار حتى ولو كان قصيرا
سمح للتجول في بعض المناطق، وهناك بعض الولايات مثل دارفور وأيضا مناطق حول خرطوم كان فيها ظروف صعبة جدا خلال هذه الفترة، ولكن يبدو أن الطرفين المتنازعين يحاولان الاستفادة عسكريا من الطرف الآخر، والآن على هذا الموضوع أن يتوقف، يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار مستمر، وهذا سوف يسمح لنا بتأمين المساعدات الإنسانية. نحن أيضا سوف ندفع الجنرالين إلى المفاوضات، هذه المفاوضات التي كانت تحصل قبل الأزمة للحصول على نظام ديمقراطي في الدولة. أشرت إلى تواصل مارتن جريفيث مع طرفي الصراع، وأيضا قبل عدة أيام كان هو قد صرح عن هذا التواصل وعن الحصول على ضمانات لتأمين ممرات إنسانية. هل حصلتم على أي نوع من الضمانات؟ في هذه المرحلة ليس هناك من تقارير مفصلة عن التقدم. نحن نحاول جاهدين لرؤية ما يمكننا تحقيقه على الأرض. نحن نحاول إرسال وإدخال مزيد من المساعدات داخل الدولة من خلال منظمات اللاجئين، أيضا إدخال المساعدات إلى الدول المجاورة على حدود السودان حيث لجأ النازحون. لذلك نحن نعمل على هذا الموضوع، ولكن نحن بحاجة أساسية للحصول على مؤشرات ملموسة على الأرض بأن القتال توقف ويمكننا الذهاب إلى الأماكن الضروري من مساعدتها. صعوبات عديدة تواجهكم في العمل هناك، وطبعا بسبب عدم توقف القتال، وأيضا هناك الحديث من خلال يعني المناشدات التي سمعناها عن ضرورة فتح ممرات إنسانية، عن ضرورة التوقف عن استهداف المرافق الصحية والطبية، وأيضا سلامة العاملين الإغاثيين. هل قمتم بتوثيق لهذه الانتهاكات ومن يقوم بهذه الانتهاكات؟ وهل لديكم آلية ملزمة لاتخاذ الإجراءات في حق المنتهكين؟ في الوقت القصير ما نحاول القيام به هو التأكد من أن القتال يتوقف، وهذا الانتهاك للقانون الإنساني الدولي. نحن وضحنا للجنرال البرهان والجنرال دجالو أنه أيضا يجب الإيضاح للمقاتلين. من بالطبع القوات والأنظمة على الأرض غير واضحة وغير منظمة، ونحن لا نعلم بشكل نهائي من الذي يهاجم المستشفيات هذه المنشآت الطبية، ولكن المحاسبة هو أن أي شخص يرتكب هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وأيضا قانون الإنسان بشكل عام يجب أن يحاسب ويجب أن يحضر للمحكمة. فكرة إيقاف القتال، وهنا أود يعني السؤال والتوجه إلى ما تقومون به عادة في دول العالم عندما يكون هناك صراع، حيث ليس بالضرورة أن يلتزم الأطراف بوقف هذا القتال. في هذه الحالة كيف تقومون بالعمل الإغاثي؟ الأمر صعب للغاية، ولكن نحن نحاول الحصول على بعض الترتيبات مع الطرفين الأطراف المتقاتلة بشكل عام، وسوف نحاول العمل على الأرض للوصول إلى مفاوضات. كان هناك تحسين في قدراتنا للحصول على نشاطات إنسانية في هذه الدولة، ونحن سوف نحاول زيادة هذا التقدم لإيصال المساعدات للأشخاص الذين هم بحاجة. نحن نقوم بتوزيع المأكولات وأيضا نساعد اللاجئين عند الحدود، ولكن يجب أن نوسع عملنا هذا كي يتمكن الجميع من الاستفادة، لأن هناك عدد كبير من الأشخاص الذين هم بحاجة الآن. ويجب التذكر أنه حتى قبل بدء المعركة كان هناك 15 مليون شخص في السودان هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهذا الرقم ارتفع الآن. تتحدث عن محاولات منظمة الأمم المتحدة في التفاوض من أجل وقف إطلاق النار، هل هذه المحاولات هي مقتصرة على التواصل مع طرفي الصراع، أم أن هناك ربما أطرافا إقليمية أو عربية أو حتى دولية تتواصلون معها يمكنها الضغط مثلا؟ نعم بالطبع نحن نتواصل بطريقة واسعة جدا. الأمين العام أنطونيو غوتيريس كان يتواصل بشكل منتظم مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأيضا الهيئات الإقليمية.
نحن نعمل مع جميع هذه الأطراف لتنسيق عملنا، ونحن نتواصل مع كافة الدول في المنطقة للتأكد من أن الدول، كل دولة قد تكون داعمة لطرف أكثر من الطرف الثاني في المعركة. نحن نحاول تفسير أنه يجب وقف إطلاق النار في هذه الحالة. شكرا لك من نيويورك فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. شكرا.